بالتالي من يوم ما سجلوه ظهوره لأول مرة ابتدوا يأرخوا. باختصار شديد، السنة المصرية القديمة دي توقف عليها حياة الرجل المصري البسيط اللي هو الرجل الفلاح، سواء بقى مسيحي أو مسلم دي ما تفرقش معاه. هو مقسم محاصيله وظروف سنته كلها على السنة دي، وعلى الموسم ده يبدر فيه، والموسم ده يزرع فيه، والموسم ده يحصد فيه، إلى آخره إلى آخره. مصر ما كانتش تعرف غير التقويم القبطي، وبعدين في القرن السابع عرفنا الهجري، أو يمكن بعد كده كمان، لكن على الأقل على الأقل ما كناش نعرف غير الهجري كتقويم معتمد، عفوا القبطي كتقويم معتمد في مصر، لغاية القرن 19 لما في عهد الخديوي إسماعيل دخل لنا التقويم الميلادي اللي هم كانوا بيسموه التقويم الأفرنجي. لكن قبل 1875 مصر ما كانتش تعرف حاجة اسمها تاريخ ميلادي، يعني ديسمبر ويناير وفبراير ما كناش نعرفه. كل اللي كان موجود عندنا قبل كده حاجة من الاتنين، يا القبطي اللي هو توت باب هاتور، يا الهجري اللي هو شعبان ورمضان وإلى آخره من الشهور الهجري. لكن التقويم اللي احنا نعرفه النهاردة ده نعرفه بس من 140 سنة. تخيلوا اللي احنا ماشيين بيه ومنظمين حياتنا ده من 140 سنة بس نعرفه، هو كان موجود بره لكن ما كناش نعرفه هنا، ما تستعملوش. ومصر كانت تعرف التقويمين التانيين بس. بنسمي أول يوم في السنة بالتقويم ده اسمها عيد النوروز. كلمة نوروز دي ناس كتير بيحاولوا يجتهدوا يفسروها، يا ترى كلمة نوروز دي يعني ايه؟ في رأي بيقول جت الكلمة من القبطية نيارؤو أي الأنهار، وذلك لأن في هذا الوقت من العام بيكتمل موسم فيضان النيل، وده هو سبب الحياة في مصر زي ما احنا عارفين. وبالتالي لما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السين المعروف كعادتهم، مثل ما احنا بنقول بخوم، ده اسم مصري قديم يعني النسر، هم اليونانيين ينطقوه بخوميوس، احنا نقول انطون هم يقولوا انطونيوس، وهكذا مقار مقاريوس، يحطوا دايما الحرف السين في اخر علامه التذكير او علامه انه دي كلمه مذكره يعني. فحطوا كمان سين على نيارؤو فبقت نياروس، وبعدين عرفت بعد كده بناروز زي ما احنا بنقول اسمو ازمو، السين والزين بتتبادل في الصوت عندنا في اللغه بتاعتنا، وبالتالي اتعرفت من هنا هذه الكلمه. في راي تاني بيقول لا، ده كلمه ناروز ده هو كلمة رأس السنة باللغة الفارسية، بالتحديد نيه يعني جديد، وروز يعني يوم، فاليوم الجديد يعني بداية السنة الجديدة أو عيد الربيع عند الفرس اللي هم الإيرانيين. وعلى فكرة الفرس من ضمن البلاد اللي احتلتنا هنا في مصر، بس احتلالهم كان قليل 7 سنين بس ومشيوا في القرن السادس الميلادي قبل العرب ما يجوا بكام سنة، بحوالي 10 سنين. فلعل جت كلمة ناروز وقتها ودخلت عندنا، زي ما في كلمات فارسية احنا بنستخدمها لغاية النهاردة، أشهرها كلمة دستة. دستة بالفارسي يعني 12، فاحنا أي حاجة عددها 12 بنقول دستة، هات نص دستة يعني 6، وهكذا. في حاجة؟ أنا عشان السلك، أنا محكوم بالسلك. نعم. المجوس طبعا من بلاد فارس. ايوه مظبوط. رجعها شويه عشان ما نهزش الكاميرا. خلاص مش مشكله مش مشكله، كتر خيرك. وبالتالي في عهد الامبراطور دقلديانوس، واحد من الاباطره الرومان، اللي حصل فيه في عهده استشهاد جامد قوي، قرروا المسيحيين المصريين ان هم يعملوا تقويم جديد، يصفروا تاريخهم يعني يجيبوه على الصفر، واعتبروا اول سنه لحكم دقلديانوس اللي هي سنه 284 ميلاديا هي سنة واحد قبطية، اللي هي كانت بتساوي وقتها سنة 4242، يعني 42 مرتين عشان تحفظوها بسهولة، 42 42 مرتين جنب بعض. دي كانت السنة المصرية اللي قرروا المصريين يعملوا عندها الصفر
ويعدوا من السنة دي تقويمهم القبطي الجديد. عشان كده نلاقي دايما الفرق بين التقويم القبطي والتقويم الميلادي 284 سنة. اي سنة عايزين تعرفوا دي تقابل دي ايه بالقبطي او بالميلادي، اذا كان عندي سنة قبطية اضيف عليها 284 تطلع الميلادي، والعكس لو انا عندي ميلادية عايز اعرفها تساوي كام قبطي انقص منها 284. بس خلي بالكم ان السنة القبطية بتبتدي دايما في شهر سبتمبر وبتكتمل في السنة اللي وراها. فاذا كنت عايز اقيس تاريخ حصل في الثلاث شهور الاولانيين من السنة ليتوت باب هطور والجزء الاولاني من كياك، فضيف 283 بس على سبيل المثال. نطبق احنا السنة دي 2015، انا عايز اشوف تساوي كام بالقبطي. فلو انا عايز 215 الثلاث شهور في القبطي الثلاث شهور الاولانيين من السنه هعمل 283 انقص 283 تطلع 1732. لكن لو انا عايز اعمل في الشهور اللي بعد كده اللي هي هتبقى 2016 هتضيف 284. فاهمين الفكره ازاي؟ يعني فكره حسابات اكتر منها حاجه يعني مهمه. في كانت عادة لطيفة ان المصريين بعد ما قرروا الاحتفال بعيد النوروز واعتبروه هو عيد الشهداء كانوا بيروحوا دايما في اليوم الاول من الميلاد من العام القبطي الجديد يزوروا اماكن استشهاد الشهداء والاماكن اللي دفنوا فيها اجسادهم ويحتفلوا بيهم. مع الوقت تحولت العادة من الاحتفال بالشهداء ان احنا برضو نزور موتانا ونعمل حاجة اسمها الطلعة، واتعرفت باسم طلعة النروز. عرفتوا منين جت طلعة النروز؟ ابتدت مش حاجة مسيحية، حاجة يعني ابتدت حاجة مسيحية ان احنا نحتفل بأماكن الشهداء ونزورهم وناخد بركتهم، تحولت فيما بعد إلى زيارة كل الموتى والطلعة وما يعني تحويها بقى من عادات فرعونية. لا 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 ما لهاش علاقه باي حاجه يعني. النروز لا، ما دي عاده ان هم يطلع الطلوع بصفه عامه، دي حاجه عندنا المصريين كلنا نروح نزور القبور. لكن ليه بنطلع على النروز؟ ده السؤال اللي كان بيتسال، اشمعنى النروز؟ الناس بتروح على الاعياد الميلاد والقيامه ومش عارف يعملوا طرحين والى اخره، طب النروز مالها؟ بعض الناس حاجه من ايه؟ كانت العاده بس يزوروا الشهداء مش يزوروا كل الموتى. ما احنا بنقول بنزور الشهداء بصفة عامة بقى، القديسين يعني القديسين مش كلهم شهداء لأن في قديسين مش شهداء. فهو كان المقصود بيها زيارة أجساد أماكن استشهاد الشهداء، احنا بنحتفل بعيد الشهداء وأماكن ما كانوا بيختبئوا يخبوا فيها أجسادهم، لأن طبعا ما كانش في أيام الاضطهاد فرصة إن هم يبنوا كنايس على أماكن قبورهم أو مدافنهم ويعملوا لهم الاحتفالات اللي احنا بنعملها النهاردة للشهداء. فكانوا بيروحوا يحتفلوا احتفال حاجة بسيطة كده ان هم يزوروا المكان ده وياخدوا بركة الاستشهاد والمكان اللي استشهدوا فيه الاخر ويمشوا. تحول الوضع بعد كده من مجرد زيارة الشهداء الى زيارة كل الموتى، ودي حاجة مش صحيحة. معروف ان المصري القديم رتب نفسه زي ما قلت لكم ونرتب شهور السنة كلها على حاجات الزراعية على السنة القبطية. فعشان كده جبت لكم شوية كروت لطيفة كل شهر من شهور السنة القبطية وعليها أمثال، هتلاقوا المثل في تحت خالص. طبعا الشهر يقابل شهرين ايه في السنة؟ سبتمبر واكتوبر تقريبا، وده اسمه بالقبطي ومقابله بالعربي بنكتبه ازاي مع المثل اللي على الجنب. توت بابا، شايفين المثل فوق؟ ان صح زرعة بابا غلب الأم النهابة. يعني في مثلين، في بعض الاماكن عليها مثلين، بعض الشهور عليها مثلين. مثلا هطور ابو الذهب المنثور عشان كانوا بيعملوا فيه القمح. كياك صباحك مساك. كان يقولوا عليه مثل، المثل ده على طريقتين، صباحك مساك، ام من على فرشك دور على عشاك. وساعات كان يقولوا عليه شيل ايدك من غداك وحطها في عشاك، يعني قد ايه النهار قصير قوي. ها؟
مش كياك بس يعني. طوبة تخلي الصبية حاجات موجودة متوارثة من أجيال. أمشير أبو الزعابير كتير بالظبط كده. برمهات روح الغيط وهات. برمودة دق العمودة. أنا مش عارف إيه علاقة العمودة بالموضوع. شفتوا بقى عندكم تفاسير اهو، انا ما اعرفهاش الحاجات دي. بشنس يكنس الغيط كنس، لانه في موسم الحصاد يلم كل ال... بعد كده بقونه ينشف المياه من المعونه من كتر الحر. بعد كده أبيب يطيب أو طباخ العنب والزبيب، ده اللي يخلي العنب يبقى زبيب والبلح. بعد كده مصرة اللي احنا ودعناه امبارح، شهر مصرة تجري فيه كل ترعة عسرة، لأن ده بداية الفيضان بيبقى في الوقت ده. يعني وبعدين آخر شهر هو الشهر الصغير اللي هو النسيء أو الباقي، أو بالقبطي بيسموه بيكوجي إن أفوت، يعني الشهر الصغير. دي شوية كروت كده يعني معبرة عن الشهر وعن الحاجات اللي فيه والأمثلة. كل ده هتلاقوه على الصفحة بتاعت الفيسبوك. حاضر، عايزين نوزعها نوزعها ورق، بس أنا مش طابعها دلوقتي، أنا معايا كده وبعدين نحطها لكم على الصفحة بعدين. الصفحة بتاعت الفيسبوك ونزلوها زي ما انتم عايزين. طيب احنا قلنا من شويه ان ارتبط عيد النوروز بعيد الشهداء. احنا اتكلمنا كتير على الشهداء زمان، وكنا ما نعرفش الشهداء دول شكلهم ايه ولا عملهم ايه. ربنا شرفنا السنه دي بان ورانا نموذج جديد من الشهداء جدد. طبعا كلنا فاكرين. ما عند يعني انا ما حبيتش احط الفيديو، لكن بس الصور بس نفتكرهم لان هم كتر خيرهم. المناظر بتاعه الشهداء بنحطها ليه؟ عشان اقول لكم السؤال المهم اللي احنا من اجله عملنا كل الكلام ده. أنا جايب صورتين مهمين جدا، هي الصورة دي واللي وراها. شوفوا الصمود أو الإصرار أو الوجه ده، ده وجه واحد مقبل على الموت بسلام شديد وهدوء شديد، ملامحه هادية. ولا مكشر ولا متضايق ولا مشدود أعصابه. والمنظر الثاني أحلى وأحلى. هو نفس الشخص بوجه ثاني، والباقيين المهم اللي يهمنا في القصة ان الناس دول قبلوا الاستشهاد بهذا الكم من الهدوء والسلام، عكس حد كان شغال في بهدوء. المهم ان هم كلهم ملامحهم هادية. اللي عايز اقوله ان كان في حد بيحاول يعني يفسر ليه الهدوء ده، فقال مش عارف شربوهم ايه او خدعوهم بايه او بتاع. فالمناظر دي تدل تماما ان ده واحد مش شارب حاجه، ده منتبه ورافع راسه لفوق وما عندوش يعني مش مثلا سرحان او راسه وغيرها وغيرها. طبعا علامات واضحه كتير ان هم سلام ما فهمش حاجه. كمان حد تاني كان شغال في مستشفى السجن وحضر اكتر من مره حالات بعد عنكم اعدام، فبيشوف الراجل اللي خارج او الست اللي خارجه وعارف ان هو رايح يتنفس فيه حكم الاعدام، بيبقى قد ايه متشنج وعصبي وبيصرخ وبيعمل حركات هستيريه، مش قادر يتحكم في اعصابه الى اخره.
فهو المناظر دي شافها قبل كده كذا مرة قبل الحادثة دي، فلما شاف الحادثة دي على طول عمل مقارنة بين المناظر اللي شافها قبل كده وبين الناس دول. دول بيستقبلوا الوضع بمنتهى الهدوء ازاي، والتاني كان بيستقبله ازاي. دي حاجة. الحاجة التانية، كان حد برضو من علماء النفس بيحاول يجتهد، بيقول ان عادة اللي عارف ان هو راح يموت بيلخص حياته في الثواني الاخيرة من حياته بمشهد اللي هو بيموت بيه. فاللي قضى حياته في الاجرام بعد عنكم والشتيمة والنرفزة بتاع، شيء طبيعي ان هو داخل هو راح يموت عارف ان هو يتعدم، هيبقى داخل يعمل ايه؟ هيضحك بيشتم ويزعق ويتخانق ويرفص، هو بيعمل اللقطة الاخيرة في حياته ملخص للي كان عايش فيه طول عمره. بينما الاشخاص دي كانوا بيعملوا برضو اللقطة الاخيرة في حياتهم ملخص بهدوء شديد وسلام شديد. حلو خالص. فصحيح بشاعة المناظر الاستشهاد حاجة صعبة والحاجات دي، لكن الكنيسة علمتنا احنا ما نبصش للمنظر الاستشهاد بالطريقة السلبية، لكن نبص له بالمنظر ده. ومن هنا هقف دقيقتين اقول لكم ان الكنيسة عدت الشعب بتاعها وعدت المؤمنين للاستشهاد، لان احنا كلنا مرشحين للاستشهاد. الاستشهاد مش لازم يكون بالذبح بسفك الدم، ولكن زي ما انتم عارفين الاستشهاد ده اشكال والوان. في استشهاد بحرق الدم، في استشهاد بالاضطهاد، بالايه في 100,000 وسيله للاستشهاد. مش لازم الطريقه التقليديه واحد يجيب سكينه ويقطع رقبه الواحد عشان يقول انا عملت ده استشهاد. فالكنيسة بتعد ولادها ازاي كل يوم ان هم يكونوا شهود بين قوسين وشهداء، لان شهيد وشاهد هما شخص واحد، ده هما مسميين لحاجة واحدة. بتعدهم بالمنظر ده بالصورة دي. عشان كده بعد المناظر الحقيقية، رغم ان احنا عندنا المناظر الحقيقية صورهم الحقيقية اللي انا عرضتها من ثواني، لكن الكنيسة ما بتحطش المناظر الحقيقية، بتحط المنظر ده. ليه بقى؟ لان الكنيسة بتعلم ولادها بالمثل الصالح، بتعلم ولادها بالطريقة الايجابية، ما بتعلمهوش بالطريقة السلبية. فبتعلمنا لما ندخل الكنيسة داير ما يدور شايفين ايقونات شهداء، الشهداء دول استشهدوا واخدوا عذابات وشافوا ايام صعبة، ما بنصورهمش في ايام عذاباتهم، لكن بنصورهم وهم مكللين. دي الطريقة الوسيلة الايضاح الاولى اللي بتعلمها الكنيسة لولادها. كيف نرى الاستشهاد بالطريقة الإيجابية؟ نشوف الاستشهاد الشهيد وهو لابس الإكليل، وسيلة تعلم الصغير المتعلم والبسيط الجاهل اللي بيعرف يقرأ واللي ما يعرفش يقرأ، كل مستويات الشعب مهما كان مثقف أعلى درجات الثقافة ومهما كان بسيط. دي وسيلة إيضاح رائعة هي الأيقونة. أولا بتوريه هو كان شايف إيه سريا، اللي كان بيصرخ يقول يا رب يسوع المسيح شايف سريا المنظر اللي هو احنا مش قادرين نشوفه. عشان كده بيحط المسيح في جنب الايقونة عادة، والملائكة تكلل الشهداء بتحط على رأسهم الاكاليل. معظم ايقونات الشهداء بنشوفهم وعلى رأسهم الاكليل. جات لنا فترة كنا نرسم كمان الشهداء في صورة البطولة الفرسان، زي ما بنرسم صورة ماري جرجس. حتى مريمينا في الدير بتاعه في بعض ايقونات مريمينا بيصوروه هو فارس راكب على فرس. حتى شهيد طفل زي شهيد ابانوب اللي استشهد عمره حوالي 12 سنة، في ايقونة ليه في كنيسته في سمنود ايضا فارس راكب على فرس، مع انه طفل 12 سنة. وفي طفل 12 سنة بيستخدم فرس او كفارس؟ لا، المسألة مش ان احنا بنصور المنظر الواقعي، احنا بنصور المنظر اللي هو ما وراء الرؤية الطبيعية، الرؤية السماوية. بنوري الناس من طريق الايقونة بالطريقة الايجابية كيف تكون نهاية هذا الشهيد، لان الكتاب علمنا كده انظروا الى نهاية سيرتهم، قالش انظروا الى ألمهم وتشفوا في الألام أو تأملوا في الألام وتعبوا أعصابكم بالألام، لكن قال انظروا إلى هذه الأيقونة. عشان كده بقول وبكرر، رغم إن إحنا عندنا الصور الحقيقية للشهداء دول وعارفينهم بالاسم وأهاليهم عارفاهم طبعا وعارفة أسمائهم، لكن ما حطناش الصور الحقيقية، لكن حطناهم في هذا القالب. وده الكنيسة قررت تاخد الأيقونة دي تبقى هي الأيقونة الرسمية للحق.
ده رمز الرجل الأفريقي اللي استشهد في وسطهم، وهكذا. فالصورة قريبة من حادثة الحادثة الواقعية على البحر، موج البحر وراهم وهم على رمل اللي هو شاطئ البحر. ولكن اللي يهمنا أهم من الرمل والبحر المنظر السماوي اللي هم شايفينه، ما وراء الرؤية المجردة اللي هم عايشينها، وهي استقبالهم المسيح ليهم في اليوم الأخير، وهم راجعين حاملين أكاليلهم زي ما بنقول في التسبحة: يأتي الشهداء حاملين عزبتهم، ويأتي الأبرار حاملين فضائلهم. طبعا احنا ما يهمناش ان احنا كمان يعني نذكر الاخرين، علشان ما واحنا بنذكرهم ممكن حد يقول شوفوا ده جبان مخبي وشه وده مش عارف ايه. احنا مش عايزين نحط الحاجات السلبيه. كل موقف سلبي في القصه احنا بنتخلى عنه. الكنيسه بتعلمنا نركز على النقط الايجابيه في الصوره، وبالتالي ما سمعناش حاجه زي كده. لا حاجه ما سمعناهاش، لان هم بعدها على طول بياخدوا الاجساد كانوا بيدفنوها او بيرموها في مكان بيجمعوا، فما اظنش حكايه الطفوان دي ما سمعناهاش يعني. لا ما جاتش. لا يعني دي تأملات، مش ما يهمناش كل ده، في حاجات اسمى هي دي اللي تشغلنا. هو المنظر السماوي اللي هو رايحين له، هو ده اللي مركزين عليه. زي ما قلت لكم، حتى التعليق اللطيف اللي اتقال دلوقتي، حتى صور القتلة ما يهمناش ان احنا نذكر القتلة، ولا عايزين نعرفهم هم مين ولا اسمائهم مين، كل ده ما شغلناش. احنا بس بنصلي لهم الله يقويهم ويرشدهم ويرشدهم للحق والصح وخلاص، لكن ده ما تشغلناش. اللي يشغلنا هو المنظر نفسه والكوكبة نفسها بتاعت النور، دول رايحين ازاي، حاملين اكاليلهم ازاي، فرحانين ازاي. وبالتالي السؤال اللي انا سألته من شوية: كيف تعد الكنيسة أولادها للشهادة أو للاستشهاد كل يوم؟ تعدهم بالمناظر اللي حوالينا دي، داير ما يدور، الأيقونات، النموذج ده ونماذج أخرى. الكنيسة تعد أولادها كل يوم: شوفوا مجد الشهادة، شوفوا الفرح اللي في الشهادة، ما تبصوش للعذاب والألم الموجود أول كام يوم في التعب، أول كام ساعة في الاستشهاد، أول كام دقيقة أو ثانية ساعة الاستشهاد نفسها. كل ده هيزول، كل ده هيعدي، لكن ركزوا بالاولى على اللي بعد كده، وهو المجد والاكليل المنتظر. وبالتالي الكنيسه كأم واعيه، ام رؤوم، تعلم اولادها ينظروا الى ما وراء الحدث، ما يبصوش تحت رجليهم الحدث نفسه ويتمشكلوا بالمشكله نفسها، لا، يبصوا لما وراء الحدث ويعبروا من ضعف الحدث الى قوته، وهو الأبدية السعيدة المنتظرة الشهيد. كمان الكنيسة بتعد أولادها بالمثل بالسمع، السنكسار اللي بنقراه كل يوم في الكنيسة. السنكسار ده مثال حي، قصة كل يوم، كل قداس، كل مناسبة، على واحد من البطولات الروحية، سواء شهيد، شهيدة، قديس، قديسة، حسب كل يوم وتذكاره. والسنكسار ده اتحط على فكرة في وقت رائع جدا. باختصار شديد، كانت الكنيسة مرت بعثرة بمشكلة معينة بين ولادها. المسيحيين في وقت معين مروا بمشكلة كده، واتخانقوا مع بعض وعملوا مشاكل مع بعض وزعلوا من بعض وفصلوا من بعض، وكانت عثرة كبيرة في الكنيسة. الكنيسة كأم رؤوم بقول وبكرر، تعمل ايه في الموقف ده؟ تسيب ولادها يعني غرقانين في العثرة؟ قررت ان هي تجيب سير القديسين والشهداء اللي كانت عندها باللغة القبطية وترجمها للغة العربية، وتخليه جزء من الصلاة كل يوم. بعد قراية البراكسيس، فصل أعمال الرسل، السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس مش منهي، مش مقفول، كل الأسفار منهي كلمة أمين، لكن السفر الوحيد المفتوح اللي ملوش خاتمة، وده طبعا يعني إرشاد الروح القدس عمل كده معلمنا لوقا الإنجيلي كاتب هذا السفر، لأنه هذا السفر مفتوح ولا يزال قابل للإضافة كل يوم. أنفس الذين خلصوا، أنفس الذين ينضموا للكنيسة والكوكبة الكنيسة والكوكبة سحابة الشهود، فالباب مفتوح ولسه إلى آخر يوم في, في, في الزمان الباب مفتوح. وبالتالي الكنيسة بحكمتها قررت أنها في اليوم في الوقت ده بعد البراكسيس، وقت مناسب جدا أقول للناس خلي بالكم البراكسيس وأعمال الرسل ما انتهتش عند عصر الرسل استشهدوا صحيح
أكملوا جهادهم ومشيوا من العالم صحيح، الكنيسة ما وقفتش، الكنيسة ما زالت مستمرة، الكنيسة لا تزال كل يوم بتقدم شهود ده وقديسين. انتبهوا، استمروا، المسيرة لسه مستمرة. ما تمشكلوش نفسكم وتقعوا نفسكم في مشكلة زمنية بسيطة اللي هي بتاعة النهاردة وتنسوا الأبدية وهي الأهم. فكانت وسيلة تانية، وسيلة إيضاح رائعة، وسيلة عملية حطها لنا الكنيسة من سنة 1246، احفظوا التاريخ ده، سنة ما قرروا يقروا السنكسار كل يوم على مسامع المؤمنين باللغة العربية، اللغة اللي الناس تفهمها كانت في الوقت ده بعد ما فقدنا التكلم والفهم باللغة القبطية، وحطوا السنكسار يتقري كل يوم في الكنيسة عشان الناس تتعلم مثل حي ومثل نموذج إيجابي كل يوم من خلال سير القديسين. كل ده جابته الكنيسة منين؟ جابته من رب الكنيسة، الراجل اللي كان إيجابي فعلا في حياته، المسيح له المجد، اللي لما قابل واحدة مظلمة الحياة من الألف إلى الياء قعد يدور ويفتش على النقطة الإيجابية، وليكن النقطة الإيجابية الوحيدة في حياتها وكلمها عليها، هي المرأة السامرية. ساب لها ماضيها الأسيم وساب لها كل ما فيه وراح ركز على نقطة إيجابية واحدة قالتها في الحديث، إنها إنسانة صادقة. هكذا تكون الخدمة، هكذا تكون الكنيسة، هكذا يكون المسيح رب الكنيسة. ما بيركز على الجانب السلبي أبدا في حياة الناس، لكن دايما مركز على الجانب الإيجابي. والفتيلة المدخنة دي لا يطفئ، حتى لو كانت على آخر نفس، على آخر يعني وميض خلاص، لا دي يشعلها، يقويها، يشجعها، يقومها تاني من ماضيها الأسيم وأفعل رجليها ويجعلها أول مبشرة بالمسيح. وبالتالي هي دي كنيسة الشهداء. دلوقتي بس نفهم إزاي عدت الكنيسة ولادها إن هم يكونوا بهذه البطولة. المناظر اللي احنا شفناها من شوية رجعها لكم تاني بسرعة. الراجل اللي واقف رافع راسه ده مرفعها مش من قليل، اللي باصص لمنظر سري مش عارفينه هو ايه، هو وحده ربنا هو اللي كان عارف وكان شايف ايه. وبالتالي عبرت الكنيسة عن المناظر اللي احنا شايفينها سلبية، ناس بأوضاع يعني صعبة، عبرت عنها بمنظر جميل هو ده. عدينا السلبي وطلعنا للمنظر الإيجابي. هكذا ترى الكنيسة وهكذا تعبر الكنيسة بولادها من عالم الظلمات إلى عالم النور، تدفعهم للرؤية الإيجابية دايما، ما يقفوش عند الحاجات السلبية. كل سنة وانتم طيبين. تقولنا في أول الكلمة السنة الجاية، لو أسف الأسبوع الجاي هتبتدي السنة رقم 6257 من تقويم مصر القديم، اللي هو يوافق 1732 لتقويم الشهداء القديسين. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير والبركة. أنا أشكركم للحضور رغم أنا عارف الارتباطات اليومين دول كتيرة، كل واحد عنده يعني اهتماماته، لكن أرجو أن يكون المرة الجاية العدد أكتر إن شاء الله. حد عنده أي سؤال أو أي استفسار قبل ما نصلي؟ أشكركم، تعالوا نصلي، تفضل. أخيرا يا رب وليس بآخر، اجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماوات. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة المحبة الفضيلة امضوا بسلام. سلام عليكم. هفكركم بحاجتين. أول حاجة الكتاب اللي طلعته الكنيسة، بالتأكيد كلكم سمعتوا عنه وشفتوه، اللي هو لوداس الكيرلوسي، اللي ما اقتناش الكتاب لغاية دلوقتي ويحب يقتنيه موجود لسه في مكتبة الكنيسة، مازال في فترة الخصم، استغلوا فترة الخصم. الحاجة التانية محدش يخرج إلا لما ياخد له مطربات. تفضل.